في إطار دعم الدولة للصناعة الوطنية، تم افتتاح معرض تعاونيات غزل المحلة ومطروح للمفروشات والملابس، وذلك بمحافظة مطروح. يضم المعرض المشغولات والمنسوجات المصنعة بمصانع غزل المحلة من المفروشات والمنسوجات القطنية ومن غيرها بتخفيضات تصل إلى 10% على جميع المعروضات لمدة أسبوع، مع استمرار المعرض طوال العام. من خلال يعني اهتمام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم ومطالبهم، احنا النهارده بنحتفل بافتتاح معرض لمنتجاتنا القطنية المصرية الخالصة بجميع أنواعها لأبنائنا وبناتنا وزائري مدينة مرسى مطروح. ده معرض قوي يعني فيه جميع المنتجات وحاجة يعني إن شاء الله تكون مريحة وبأسعار مناسبة. والنهارده بمناسبة احنا فتحنا هذا المعرض، يعني يمكن اصحاب المعرض يعني عملوا تخفيض بنسبه 10% لمده اسبوع لجميع الموجودين داخل مدينه مرسى مطروح.